الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في جولة مع ذكريات مونديالية بين أحداث الأمس وواقع اليوم. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين ولقاء خاص جدا من أرض المونديال من العاصمة القطرية الدوحة التي وصلتها بعثة الأهلي بالأمس وسط حفاوة كبيرة جدا يا باشمهندس، تكاد تكون هتافات جماهير الأهلي هزت الدوحة آخر الليل. بص يا استاذ ابراهيم، يعني هنعمل حاجه مش مألوفه. عندنا رصد لبدايه المشوار من اول ما كنا في المطار لحد هذه اللحظه. لحظه بلحظه واحداث مثيره جدا ومختلفه جدا ومغايره عن اي واقع، ولكن دعني اسالك الاول ملاحظاتك عن تمرين اليوم. انت بتجيب من الاخر يعني. طيب من الاخر كده، النهارده المهندس عدلي كسل شويه انه يروح التمرين، غاب عن اول تمرينه، خليكم عارفين اهو غاب عن اول تمرينه علشان يستعد لاول لقاء مع حضراتكم من ارض المونديال. فعنده طبعا حكي كتير جدا وحكي مفيد جدا عن تاريخ المشاركه المونديالية. لكن التمرين اللي انت غبت عنه النهارده، انا عايز اقول لك انا مش غايب. بص افهمني بس، لا عشان الجمهور بيديني زر دلوقتي، لازم حد كان يقعد عشان نجهز لهذا اللقاء. انت لسه جاي ضحيت بنفسك. انت لسه جاي دلوقتي بالتمرين، اتفضل. هو ساب لنا الساعه بتاعه التمرين وقعد يساعد لحضراتكم. عايز اقول لكم انه عشان تطمنوا، بيتسو موسيماني المدير الفني الحقيقه يا باشمهندس عمل تمرينه هايله جدا، وتقريبا زادت عن ساعه ونص، يعني زادت عن الوقت القانوني للمباراه، بس كان فيها حاجات. خليني اقول لك انه الخبر الاولاني للاسف انه حسين الشحات قبل بدايه المران اشتكى من العضله الخلفيه، ودي شكوى يمكن درجه الشد اللي في الخلفيه ممكن جدا تمنعه انه يلحق بمباراه الدحيل يوم الخميس ان شاء الله. لكن على الناحيه الثانيه بقى، عايز اطمنك على جاهزيه محمد هاني. محمد هاني نفذ تدريبات الجري لوحده هو وليد سليمان، لكن الجهاز الطبي الدكتور احمد ابو عبله مطمن جدا على الخطوات اللي قطعها هاني في برنامجه التاهيلي. التمرين من كل النواحي، على النواحي التكتيكيه احنا في غنى عن ان احنا نقول لحضراتكم تفصيلاتها ايه، لكنه على الاقل الراجل واضح جدا انه بيواجه الدحيل القطري صاحب الارض والجمهور والطموح واللي بيشارك كبطل للدوري القطري يا باشمهندس بشكل هجومي جدا ضاغط، لكن في توازن كبير جدا. استاذ ابراهيم، يعني لاحظت معايا ان استعدادات مستر موسيماني للدحيل او لهذه البطوله كانت واضحه جدا واحنا على الطياره. يعني لاحظنا انه قاعد بيتفرج على ماتشات وبيذاكر. انت سرقت نفسك كده له على الكرسي بتاعه وهو مركز مع استاذنت انا الكابتن سيد، قلت له ممكن ان انا يعني ادردش شويه مع مستر موسيماني. كان طبعاً فاتح ماتش وبيتفرج عليه. فهو الراجل طبعا يعني مقدر جدا جدا المسؤولية اللي هو جاي يعني يشارك فيها لأول مرة مع النادي الأهلي، وفاهم أحلام الجماهير. ويعني لما نزل من الطيارة أستاذ إبراهيم قال تعليق، هو جماهير الأهلي دي في كل حتة، أنا ما شفتش نادي في العالم له جماهير بره وجوه بالشكل ده. طيب خلاص، يبقى ده المشهد الأول اللي هنقف مع حضراتكم عنده. البعثة اتجمعنا في مطار القاهرة، الطيارة أخذت الرحلة حوالي ساعتين. أول ما وصلنا الناس كلها حتى ضباط الأمن داخل المطار يا باشمهندس كلهم في داخل مطار الدوحة، كله بيتكلم على إيه اللي بيجرى بره ده؟ إيه الحشود الكبيرة ديت؟ ما حدش كان متصور إيه اللي في انتظار بعثة الأهلي بره مطار حمد. الحقيقة مشهد يعني رجعني ل 2006. تحديدا طبعا، واحنا راجعين ومنتصرين، بس الخلاف ان انت لسه رايح بامال وتوقعات هدير وتشعر ان الجمهور ده كان متعطش قد ايه يشوف النادي الاهلي في المونديال، وفجالهم لحد عندهم يعني زلزال بره من المطار حتى الفندق والطريق. يعني مش عايز اقول لكم اللي كان اللي بياخد مثلا 20 دقيقه خدنا فيه ساعة وربع ولا ساعة ونص. صحيح. الناس كانت، وجينا قدام اللوكاندا وشفت لما الكابتن الخطيب نزل مع الفرقة والناس بقى انفجرت،
اهلي اهلي بيبو بيبو، فهو حتى راح لهم توجه لهم قال لهم يعني الهتاف كله يبقى للفرقه اهتفوا يعني للفرقه يعني وجهوا هتافكم للفرقه كلها، والفرقه يعني ناداهم. بيذكرني بمشهد مستر مالوجيسي واحنا راجعين برضه والناس بتقابل ونادى الفرقه، قعدوا يسقفوا للجماهير بوقار وشياكه والجماهير اشتعل حماسها. الاجواء هنا مهما حكيت لكم يعني استاذ ابراهيم، احنا دي كم مره؟ سادس مره لكن اول مره يعني ما نرجع بذكريات كده، يمكن اول مره في 2005 واحنا في اليابان المشهد كان وقور جدا. اليابانيين يعني ما يعرفوش يعني ايه اهلي لسه، وكوره لسه مش 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 معلمه عندهم قوي، فالمشهد كان وقور جدا. ولكن التوقعات واحنا مسافرين في 2005 كانت عاليه جدا جدا. هو ده اللي انا عايز اقف عندك معاه، لانه فكره يا جماعه عشان نكمل المشهد بس، جماهير الاهلي او رابطه مشجعي الاهلي هنا في الدوحه شباب زي الفل وبازلين مجهود كبير جدا. عايز اقول لكم انه تذاكر المباراه، الاهلي بيلعب صاحب الارض الدحيل القطري، تذاكر المباراه بمجرد ما طرحها جمهور الاهلي اشتراها بالكامل، فبقت في مشكله عند جانب القطر اللي هيدخل جمهوره. لكن طبعا اللجنه المنظمه في الاتحاد الدولي سامحه ب 13% او 20% بما يساوي 13,000 مشجع مسموح لهم بالدخول، غالبيتهم او التذاكر اللي خلصت كلها للنادي الاهلي. شباب في الطريق عمل ارتباك كبير جدا في المرور في الدوحه، العاصمه القطريه صغيره، قطر كلها على بعضها صغيره، لكن انتم متخيلين انه رجال الامن اكتر من مره في الطريق قدام اتوبيس الاهلي، البعثه كانت في اتوبيسين، اللعيبه مقسومين لاتوبيسين لاسباب برضو احترازيه، لكنه رجال الشرطه القطريين يضطروا اكتر من مره يوقفوا الطريق علشان يخرجوا بعض العربيات من السرب، لانه الهتافات عاليه جدا، الحماس شديد جدا، الاقبال كبير قوي. كنا فاكرين يا باشمهندس ان ده المجموعه اللي حوالين المطار، حوالين مطار حمد بس، لا، فوجئنا انه في كل منطقه تمر بيها بعثه الاهلي تقريبا المصريين او المحب الاهلي في الحي نفسه خارجين على جنبي الطريق، زي ما يكون استاذ ابراهيم موزعين نفسه بالظبط، يعني تشعر بامتداد الجماهير وحماسهم الجامد جدا. اللي انا يعني الجهاز الفني يمكن لعيبه الاهلي متوقعين لكن الاجهزه الفنيه يا جماعه كانت بتبص المشهد باندهاش، مش بس واحساس بالمسؤوليه شديد جدا. صحيح، الناس دي يعني لازم ربنا كرمنا باذن الله. لكن انا ليه بقول توقعات؟ ف 2005 ده يمكن كان اول مشاركه للنادي الاهلي، وكان التوقعات عاليه جدا لسبب هايل جدا، ان كل الارقام القياسيه كانت قد تحققت في هذا الموسم. الفريق الذي لم يهزم، عدد الانتصارات، عدد الابناط، فارق النقاط، التاهل بجداره هائله واضحه جدا، الناس كلها رايحه الكاسي اهلي. بطبيعه الحال انت لما تلعب بطوله زي دي بتلعب مع ابطال القارات بالظبط، فمش بتلعب لوحدك يعني. فكل فرقه جايه بطموحاتها وامكانياتها، ولكن السكواد زي ما بيقولوا دلوقتي بلغه اليومين دول اللي كان في 2005 يمكن هو الافضل عبر تاريخ طويل جدا للنادي الاهلي. ورغم هذا لم نتجاوز الدور الاولاني عشان نشارك في 2006 بطعم مختلف بقى، بخبره اكبر، بدوافع مستر مانو جوسيه. واحنا راجعين تذكر يا استاذ ابراهيم لما قال للبعثه وقال للفريق الكوره احنا ما شافوش الوجه الحقيقي للنادي الاهلي، لازم نرجع السنه الجايه لنوري للعالم الوجه الحقيقي للنادي الاهلي. وده كان السلوجان الشعار الدافع بقى اللي خلقوا عندهم اللي احنا البعثه في 2006 كانت طالعه بيه، وهو ما تحقق، خدنا المركز الثالث. عشان نرجع برضو نشوف مشهد مختلف جدا،